يا صباح الفل واهلا بيكم في اول حلقه من برنامج بألف هنا. انا اسمي شوقن هنداوي وحابه اعرفكم بنفسي شويه. حبي للمطبخ اتولد في بيت مصري شامي، كبرت وتربيت على احترام وتقدير الاكله الحلوه، ويمكن ده السبب اللي خلاني اسيب كل حاجه حتى شغلتي كمعيده في الجامعه عشان اقف في المطبخ. واعتقد ان ده قرار ناس كتير جدا شافت ان هو عمره ما هيوصلني لحاجه، لكن شغفي للمطبخ وشغلي على طول هو اللي وصلني ان اكون واقفه هنا. مبسوطه جدا ومتحمسه لكل الوصفات اللي هنعملها مع بعض على مدار الموسم، وبالاخص وصفات المطبخ الشامي وهو اللي هنبدا بيه النهارده. انا عارفه ان احنا لسه طالعين من رمضان ومحدش مستحمل يقف في المطبخ، فعشان كده النهارده قررنا ان احنا نعمل لكم شويه حاجات خفيفه كده نسخن بيها، ويعني متاكده ان انتوا هترجعوا تقفوا في المطبخ تاني. خلونا نبدا باول وصفه وهي وصفه المسخن الفلسطيني، وخلونا نقول المقادير. محتاجين كيلو وراك بالعظم، حبتين ليمون، معلقه كبيره زيت، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، وملح وفلفل طبعا. محتاجين بقى لخلطه البصل بتاعه المسخن 6 حبات بصل شرايح، ربع
احنا دي بقى عندنا حل من الاثنين، يا اما نقعد زي ما انا واقفه كده نقعد نقلب فيها، يا اما نغطيها ونوطي النار ونسيبها تعيش حياتها مع بعضها. احنا بصوا كل الميه اللي نزلت منها دي اللي مساعدانا انها تعمل صوص بسبب الملح اللي اضفناه، عايزينها انها تبقى زي كباب الحله كده، زي ما بيقولوا منه فيه، تنزل الصوص منه فيه، فيبقى الطعم بتاعنا في الاخر بيور، ما يبقاش متضاف له اي ميه. الميه بالنسبه لي متضاف بصراحه بتدي طعم مش لطيف خالص، فاحنا عايزين الطعم يفضل بيور كده. انا بحب افضل اقلبها على نار عاليه لحد ما كله يستوي منه فيه، واضافه بقى هنا السماء طبعا زي فكره زيت الزيتون لازم يكون كتير جدا، ولكن ليكم مطلق الحريه بما انه طعمه ممكن يكون مختلف او جديد شويه على الناس.
الناس دايما بتتفرج عليها على انها وصفه اجنبيه ولا وصفه مش مصريه وخلاص، لكن فعلا انبسطت واتفاجئت جدا انه في ناس جربتها ومن اول مره عجبتها جدا وظبطت معاها. فيعني هي الاكلات دي بتبان لنا في الاول انها معقده، شكلها يخض، لكن احنا لو جينا جربنا ان احنا نعملها، لا حقيقي الموضوع بيبقى سهل وبسيط جدا. وده انا بدات الطبيخ كده، انا عمري ما كنت بعرف ان انا اطبخ الاكلات دي ولا اعمل حاجه، يعني مش من سن صغير بدات اعمل الحاجات دي، بالعكس انا بدات واحده واحده لحد ما اتعلمت الحاجات دي، بس بدات على كبير شويه، يعني بدات اجرب في محشي، بدات اجرب في حاجات تقيله شويه، ودلوقتي بقى الموضوع بالنسبه لي بسيط يعني. فعشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا نسهل الدنيا على بعض، وبنحاول ان احنا نعمل اكلات خفيفه تكون يعني متعارف عليها وتقليديه، ومعروف ان احنا امهاتنا هم اللي بيعملوها، ولكن احنا كمان نقدر نعملها وبكل بساطه. طيب انا كده البصل بتاعي خلص، هنا كل اللي ناقص ان احنا الفراخ تطلع من الفرن، هنحطها فوق البصل ده ونرجع نسقيها بالبصل تاني ونقدمها على طول. في طريقة تانية ممكن تقدموا بيها برضو، ان انتوا يعني تدخلوها الفرن تاني، تبقى في مرحلة دخول فرن تاني، وهو ان انتوا تعملوا نفس الفكرة دي بس في صينية وتحطوا عليها الفراخ والبصل وتدخلوها الفرن لحد ما تتحمر. بس خلينا ايه نعملها، يعني خلينا بين البنين كده في الطريقة التقليدية والغير تقليدية شوية، كفاية ان احنا ايه عاملينها اصلا في الفرن مش سلقينها. بس انا بحب ان انا اقول لكم كل الطرق وكل الافكار علشان تجربوا انتوا كل حاجة براحتكم. شوية تزيينات كده وحركات، ندلعهم برضو في البيت. بصراحة انا حتى مش عشان السوشيال ميديا ولا الكاميرا بحب ازين، انا بحب في البيت ان انا اقعد ازين الاكل. انا من الناس اللي مقتنعة انه العين بتاكل قبل البق، فممكن نبقى عاملين اكلة بسيطة وسهلة جدا جدا جدا، ولكن بشوية تقديم بسيط يعني نخلي الناس نفسها تتفتح على الاكل، وخصوصا كمان الاطفال. يعني انا دي حاجه باخد بالي منها في البيت، انا ما عنديش اولاد لكن اولاد بنت اخويا، فعلا لما يعني ممكن تكون في اكله معينه هي ما بتحبهاش تيجي تتقدم بشكل معين، تلاقوا الموضوع راح في حته تانية خالص، اللي هي ازاي اصلا اكلت الاكله دي. ففعلا يعني مش فكره تزيين وفكره شكل وخلاص ومضيعه وقت، لا بجد فعلا الاكل لما بيتعمل بشكل محترم وبشكل نظيف يفتح النفس على طول. طبعا اصول الاكله دي انها يعني تتزين بالصنوبر، ولكن ده غير متاح عندنا هنا خالص، فاحنا بنستبدله باللوز المحمص، ولكن ده برضو لو مش متاح ممكن نشيله خالص مش ضروري. متبقي عندكم شويه من رمضان مش عارفين تعملوا بيهم ايه، بيكون بالنسبه لي انا بحب المكسرات في الاكل قوي بصراحه، بتدي طعم جميل. خلوني ابص كده على الفراخ، احنا كده حضرنا تقريبا 3 ارباع الوصفة، وحضرنا الطبقة التحتانية من العيش. رجعنا لكم بعد الفاصل، احنا طبعا عشان وقت الحلقه فما كانتش الفراخه تلحق تستوي، فكنا محضرين نسخه، فتعالوا بقى نقفل طبق المسخن ده واوريكم بيتقدم في الاخر ازاي.
وزي ما قلت لكم انتوا تقدروا هنا تستخدموا اي قطعيه فراخ انتوا عايزينها. عندكم فرخه عايزين تقطعوها 4/4، عندكم اوراك عايزين صدور بس عايزينها تبقى خفيفه، صدور كمان مخليه علشان الولاد في البيت يقدروا ياكلوها معاكم من غير ما ايه يهربوا منها، مفيش مشكله خالص، كل حاجه بتنفع. في ثوابت، الاكلات ليها ثوابت، ولكن ما يمنعش ان احنا نظبطها في الاخر على الطريقه اللي احنا بتريحنا وبتعجبنا. كده رصينا الفراخ على العيش. عندي 2 كوب عدس بجبة مسلوق نص سلقة مع رشة من الكمون، عندي 2 كوب من البرغل الخشن، وهنتكلم في موضوع البرغل ده واحنا بنسويها، وعندنا معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة زيت نباتي، معلقة من الملح، وبصل مقلي للتزيين، وده بتاع البصل المقلي ده زي بتاع الكشري بالظبط، ما فيهوش اي افتكاسة ولا اختراع ولا اي حاجة. والاكلة دي بتتقدم مع الزبادي. انا عارفة برضو ان احنا عندنا في مصر مش متعارف خالص خالص الزبادي في الاكل السخن، ولكن الاكل الشامي معروف جدا ب الزبادي، يعني غير الليمون. يعني احنا في اول الحلقه اتكلمنا عن اهميه الليمون في الاكلات الشامي، كمان الزبادي من الحاجات المهمه جدا. نشغل كده النار. اوكي، احنا برضو هنا المجدره اللي بيميزها
برضو زيت الزيتون، ولكن احنا توفيرا للنفقات بنحط جزء زيت نباتي وجزء زيت زيتون مجرد يدينا الطعم بتاعه. خدوا بالكم احنا زيت الزيتون عندنا يعني مش متعارف عليه قوي او مش موجود بوفرة، ولكن في بلاد الشام الزيتون ده موجود عندهم كده يعني بشكل فظيع، فهم بيعتمدوا عليه في الدايت بتاعهم او في الاكل بتاعهم بشكل كبير جدا. طيب انا الزيت هنا بدأ يسخن، ممكن نبدأ نقلي البرغل. طيب ده ايه اللي احنا هنقليه هنا؟ ده برغل خشن. عارفين البرغل الناعم اللي بنحطه في التبولة؟ ده بقى الخشن منه، هي المجدرة بتتعمل بالبرغل الخشن. طيب فلنفترض ان دي حاجة جديدة عليا، حاجة غريبة عليا، حاجة مش لاقياها اصلا، اعمل ايه؟ عادي جدا ان انا ابدل البرغل ده بشوية من الرز، ولكن هتسمى باسم، عارفة ان هو غريب بالنسبة لكم شوية، ولكن حاسبه ماما بقى ما تحاسبونيش، اللي علمتني الحاجات دي، اسمها المدردرة، اللي هي المدردرة اللي بتتعمل بالرز، تكون متهيألي رز بسمتي او رز مصري يمشي يعني مفيش مشكلة، وعلى ما اعتقد برضو في لبنان بيعملوها اساسي بالرز مش بالبرغل، ولكن في سوريا وفلسطين بتتعمل اكتر بالبرغل. فزي ما قلت لكم ده برغل خشن، يمكن زمان ما كانش موجود كتير في مصر، ولكن دلوقتي بقى موجود عند العطارين، خصوصا العطارين السوريين هتلاقوه دايما مع البرغل الناعم بتاع التبولة. احنا على نار عالية هنا كده، ومع الزيت هنا هبدأ ان انا اقلي البرغل، وعايزة ابدأ كمان احضر حاجة هكلمكم فيها حالا. احنا هنا بقى مش هنسوي البرغل والعدس بمية، عشان دي كانت خناقة مع ماما الصبح، هنسويه بمية سلق العدس. احنا العدس عندنا مسلوق نص سلقة عشان طبعا يلحق يستوي مع البرغل، فمسويينه نص سلقة مع شوية من الكمون. المية بقى اللي بتطلع من العدس ده، ومهم جدا الكمون علشان ما يوجعش البطن، المية اللي بتطلع من العدس هو ده اللي هنسوي بيه البرغل، ودي اساس الوصفه كلها، وده كلام ماما مش كلامي. هسيب بقى انا هنا الميه العدس دي تسخن عشان لما تغلي اسوي بيها، علشان العدس والبرغل ما يعجنوش. انا هنا عندي بقلي البرغل بنفس طريقه الرز بالظبط، نيجي نسوي الرز ونفلفله عاملاه بنفس الطريقه، هقعد اقليه بزيت الزيتون عشان ياخد من الطعم بتاعه. ده فكره الوصفه كلها بتاعت المجدر، ان هي تاخد من طعم زيت الزيتون. عشان كده قلت لكم لو حابين توفروا في الحته دي شويه زي المسخن، نضيف جزء من الزيت النباتي اللي موجود عندنا في البيت اي نوع، وجزء من زيت الزيتون يا دوب ناخد ريحته لانه هو اصلا قوي. واي زيت، الزيت النباتي اي زيت نباتي عندكم ينفع، بيت شمس، ذرة، اللي موجود عندكم ينفع، المتوفر اللي انتوا بترتاحوا بالطبيخ بيه اشتغلوا بيه. عايزه اقول لكم ان انا زي ما بقول لكم في الطبيخ في ثوابت، ولكن انا ما بقتنعش انه احنا لازم نمشي بالثوابت دي على طول. يعني انا حاجه متوفره عندي استخدمها، انا حاجه ما بحبهاش مش عايزه اضيفها، ليه اتجبر ان انا اضيفها عشان هي اصل الوصفه كده؟ لا، احنا بنظبط الوصفه على مزاجنا، ولكن ما بنقولش ان هي اصولها كده، لا، احنا هي اصولها بتتعمل بالطريقه الفلانيه، ولكن احنا بنغيرها على اللي يريحنا واللي يناسبنا من كل النواحي، يناسب ذوقنا ويناسب مادياتنا. حطيت هنا رشه من الملح على البرغل، هديله كده بس تقليبه اخيره. مش عارفه ليه انا في الحاجات اللي هي اللي بتتحمر دي، الرز والبرغل والحاجات دي، بحب ان انا اقعد احمر فيها كتير قوي، مش عارفه ليه، بحس انها يعني او مش بحس هي بتدي في الاخر طعم حلو قوي ليها، بتفرق حقيقي في الطعم وبتفرق في الفلفله بتاعتها كده في الاخر.
زي ما قلت لكم الوصفه دي ممكن تتعمل بالرز، متوفر موجود في كل البيوت يعني اكيد، بدل البرغل. ولو عايزين نوصل لاقرب طعم من البرغل ومش عارفين نوصل له، ممكن نستخدم رز بني. دي انا جربت اعملها قبل كده بالرز البني، وفعلا يعني انا دايما بقول جمله ماما ابروفد، يعني ماما وافقت على الاكله. بالذات الاكلات الشاميه دي انا ما اقدرش افتكس فيها، وما اقدرش ان انا اجيب وصفه من بره خالص، فعملتها بالرز البني فعلا. قالت لي ان هي اقرب طعم للبرغل، و إضافة لده ان هو يعني صحي ويفيدنا، واحنا طبعا طالعين من رمضان عايزين ان احنا نظبط القصة دي كلها. يعني ما اعتقدش ان حد دلوقتي حمل الاكلات التقيلة خالص، عشان كده احنا كمان حبينا نريحكم النهاردة وما نعملش اي حلويات ولا اي حاجة، عشان خاطر ايه، الواحد قعد يعني الحمد لله شهر بياكل الحاجات دي كلها. طيب هنا انا حمصت البرغل، اديته تحميصه كده كويسه ولطيفه، بصوا حتى بدا ينشف كده. هنحط العدس المسلوق نص سلقه، وما تنسوش الكمون. مش عارفه مكتوبه لكم في المكونات ولا لا انه يبقى مسلوق مع الكمون، لو مش مكتوبه اكتبوها ارجوكم، الكمون ده اهم حاجه. ولو فاكرين ان انا هبطل تقليب هنا مش هيحصل، انا هقعد اقلب فيهم برضو مع بعض. ويعني الوصفه دي بصراحه بعتبرها اكسكلوسيف، لان انا عمري ما عملتها عندي على السوشيال ميديا، ما كنتش بحس ان هلاقي عليها اقبال يعني، ولكن هي بصراحه جايه في وقتها، ومبسوطه جدا ان احنا في اول حلقه ببدلكم بوصفه انا فعلا بحبها جدا من قلبي. انا بحب الحاجات الخفيفه والبسيطه، وبالذات الحاجات النباتي دي انا بحبها جدا، ممكن اعيش على الاكله دي بصراحه. نقعد بقى نقلب فيهم كده مع بعض. انا حاسه بس ان احنا محتاجين نزود شويه زيت زيتون صغننين خالص، وتاني بكرر لكم مش لازم تضيفوا كمية زيت الزيتون دي كلها خالص خالص، مفيش اجبار خالص. ده انتوا حتى لو عايزين توصل بيكم لدرجة ان انتوا بعد ما تسووا في الزيت النباتي اللي موجود عندكم، ان انتوا في الاخر تحطوا كده شوية زيت زيتون بعد ما يستوي يدي مجرد الطعم، لان هي فكرتها الاكلة في كده، مفيش مشكلة خالص. طيب انا حاسه ان الملح اللي حطيته ده كميته شويه قليله على الكميه دي، فهزود شويه ملح كمان. الوصفه دي على فكره شبه جدا الكشري الاسكندراني اللي هو الكشري بعدس اصفر، كل نفس الطريقه دي بس عدس اصفر ورز، وبيتعمل مع البيض المدحرج، نفس الفكره بالظبط. وبحبه بصراحه، انا مش عارفه لو في حد زيي ولا لا، بس انا بحب الكشري الاصفر اكتر من الكشري العادي، لسه مكتشفاه اصلا من جديد، يعني ما كنتش اعرفه ولا اسمع عنه قبل كده، وعرفته عند مامه واحده صاحبتي. كشري بعدس اصفر يعني ايه؟ يعني ايه كشري بعدس اصفر؟ مش فاهمه. كلته من هنا وكانت الفكره كمان غريبه بالنسبه لي، يعني ايه رز وعدس مع بيض مدحرج مع طماطم مخلله؟ بس الصراحة اللي يدوقوا من هنا إدمان. يعني إحنا برضو أكلنا المصري بصراحة جميل جدا جدا جدا، ويعني مش عايز أقول ملوش منافس، بس هو في حتة تانية، يعني مهما عملنا وطبخنا الأكل المصري ده في حتة تانية لوحده. زي ما قلت لكم هنا دي مية سلق العدس، إحنا العدس هنا مسلوق نص سلقة علشان خاطر يلحق يستوي مع البرغل، فاحنا الميه اللي سلقنا فيها العدس مع الكمون هي دي اللي هنسوي بيها المجدره. فعندي هنا ميه سلق العدس سخنتها شويه، وما تزودوش الميه علشان خاطر ما يعجنش، يا دوبك يغمر الكميه. خلوني اشوف كده لو تمام. ونقدر، دي نصيحة على فكرة حتى الناس المبتدئة في الرز، نقدر دايما ان احنا نزود مية، ولكن عمرنا ما نقدر نطلع منه. بيقعدوا يقولوا نحط رغيف عيش لو عجن، ما بقتنعش بالحاجات دي بصراحة. في طرق تانية
ظريفه جدا، ممكن ابقى اجربها معاكم ونشوفها هتنفع يعني مع بعض ولا لا. ولكن احنا دايما في الرز بالذات والاكلات دي نقدر نزود ميه، لكن صعب ان احنا نشيلها وهنتعكنن يعني بصراحه. فعادي بنيجي في نص الطبخه ندوق بعد ما الميه تنشف، ندوق الحاجه لسه ما استوتش بنقوم مزود لها شويه ميه، عادي جدا وما فيهاش اي غلط ولا اي حاجه. وانا على طول اهو انا بطبخ بقالي قد ايه، انا بطبخ بقالي كتير جدا، يمكن 10 سنين ولا حاجه، ولحد دلوقتي الرز بيعجن مني او بيطلع مش مستوي عادي، بتبع الاسلوب ده دايما. وبصراحه في الرز بالذات مش بحب اتبع مقادير قوي علشان خاطر ما يعني كل رز وليه نوعه، وفي نسبة النشا فيه بتبقى مختلفة. حتى الرز مش أنواع مختلفة زي مثلا البسمتي أو المصري، لا الرز المصري أنواعه بتختلف والرز البسمتي أنواعه بتختلف، كل واحد بيبقى نوعه التكسيرة بتاعته، نسبة النشا فيه بتبقى مختلفة. بصوا احنا كده يعتبر غمرنا العدس والبرغل، فانا مش حابه ازود ميه علشان ما يعجنش. ولكن لو يعني بعد وهو بيدخل في السوى كده والميه تنشف، لو حسيت ان هو محتاج اي تزويد ميه عادي ما فيهاش مشكله، عايزه ازود ميه زياده من ميه سلق العدس، اوكي خلصت من عندي زي هنا، هنسخن ميه ونقوم ضيف.
وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى بجد الوصفات تكون عجبتكم. اعملوا لنا فولو على صفحات السوشيال ميديا وجربوا الوصفات دي وقولوا لنا رأيكم، واشوفكم في الحلقة الجاية.